لكن عمرو أديب على بعد ثلاث شوارع ليس مجازا، مش مجازا، لا على بعد ثلاث شوارع حقيقة، رسالة كلها موجهة لعبد الفتاح السيسي ولا أحد غيره. وقد تكون، عنديش تأكيد والله، بس إحساس، بس إحساس، قد تكون الرسالة الأخيرة من ابن سلمى. عمود الخيمة المحقون سعوديا وعلى القناة السعودية، بعد 10 سنوات عمرو شايف إن المركب غرقت وإن في طرفين في مصر والطرفين حالفين ليجيبوا البلد الأرض. عندما تتابع وتلقى إن المعركة صفرية، يعني إحنا عندنا طرفين، الطرفين حالفين براس جدهم ليجيبوا الطرف التاني الأرض، يطربقوه تطربق، بس المهم أنا أسود. لا المهم أنت مش الطرفين، هيا مش محتاج أي مجهود. الطرفين يقصد الجيش والإخوان، بس السؤال هو فين الإخوان؟ يعني بجد فين الإخوان؟ يعني مصر جات الأرض وهو اعترف كده 10 مرات على الأقل، 10 مرات على الأقل مصر بقت في الحضيض، فين الإخوان؟ الطرفين دول فين الطرفين؟ فين الطرفين اللي مصرين يجيبوها الأرض؟ في طرف تغول على البلد وتغول على الحق وتغول على الدستور وتغول على الشعب وتغول على القانون وتغول على الاقتصاد وابتلع البلد بالكامل. أما الإخوان فيعني هتلاقيهم في فين؟ في سجن طرف، في سجن الوادي الجديد، في السجون الجديدة للأسف ما بتش عارف، أو سجن بدر، أو سجن العقرب، أو يعني دول اللي موجودين في الإخوان مش فاهم داروا يعملوا إيه، وعليهم حصار شديد جدا جدا جدا، يعني كل الأطراف المؤثرة ما بيصل لهاش أي معلومة أصلا اصلا، يعني ما يعرفش ايه اللي بيجرى في مصر. حصار امني عنيف، ولا زياره ولا بيعرف اي حاجه، ما بيعرفش الا المخابرات توصله. فين الطرفين؟ فين الطرفين؟ عندنا طرف مبتلع البلاد بالكامل ابتلاع لم يحدث، مع ان العسكر بيحكم من سنه 54 ومبتلع بيحكم البلاد بالكامل، لكنه لم يبتلعها مثل العشر سنوات دول يا عمرو. ما عندناش اي حاجه تاني، هم دول الطرفين، لان احنا عندنا لا احزاب كرتونيه ولا استحمار وطني ولا اي حاجه. عندك هو يقصد الجيش والاخوان، قال لك حالفين يجيبوا البلد الارض، ودي جمله نكسه، يعني رائحه النجاسه فيها تسكم الانوف، رائحه النجاسه فيها، لان لا يوجد طرف اخر. قلت لحضرتك قبل كده انه شاء حكمه ربك ولا رد اللي ماشي، انه يبقى الفشل اللي وصلت له البلد والافلاس اللي وصلت له البلد والانهيار اللي على كل المستويات يكون بحكم عسكري خالص لم يشارك فيه المدنيين الا كخدام او عبيد للعسكر. شكل كان انت عارف كويس قوي مين اللي جاب البلد الارض، ما فيش حد تاني، هو واحد والعياذ بالله، المجرم وعصابته، والجيش متحكم في البلد كلها ويدعم المجرم، ويدعم المجرم، وكل كرش بقى قد كده قد، يعني لا مقارنة. بقولك لما يكون أحمد عز مجرد عصفورة، ذكرى جميلة، أحمد عز بتاع الحديد، ذكرى جميلة، بس كده يعني كان أيام الفساد الجميل. الكلمات تزامنت مع مشاهد الاحتقار. حقيقة السيسي خرج من خلصت قمة الـ20 اللي كان قاعد على هامشها، على ذكر قمة الـ20 يا جماعة، ده موريشيوس كانت مدعومة في قمة الـ20، قلت لك البتاع القصة اللي هو لا نباها ولا بتاع ولا بزراميط، لا نباها ولا بزراميط، ده انت عملت لقاء مع زعيمين منهم خصمك الخصيم أردوغان، ما عندكش أي حاجة تانية. ابن سلمان روح وما قدرش بوركان يأثر عليه وما خدش الصورة زي الصورة اللي خدها في فرنسا قبل كده السيسي، حتى الصورة ما خدهاش. فإحنا عندنا طرف واحد يا عمرو حالف يجيب البلد الأرض، وأنا مش عارف إزاي السيسي عارف عايز يجيب البلد الأرض،
مع انك 10 سنين بتطبل له انه عمل انجازات، هيجيب البلد الارض ازاي يا عمرو؟ انا مش عارف، انا مش عارف. وبعدين انت عندك في منافسين داخلين معاه انتخابات، ابو يمامه او ابو حمامه، يعني هم مرشحين اهو، شخصيات سياسيه مطبلاتيه عظيمه، ويعني وعندك مشهد داخلين على مشهد ديمقراطي. لكن عمرو اديب على بعد ثلاث شوارع، ليس مجازا، مش مجازا، لا، على بعد ثلاث شوارع حقيقه، ثلاث شوارع فعلا. ده كان رايه في هذه الفتره الجميله من الجمهوريه الجديده. الطرف الاولاني يرد يقول لهم يا جماعه انا مش عايزكم في الحياه، انتوا ابناء المؤامره، انتوا عايزين تطربقوا البلد، انتوا كذا ما حدش فيكم يبقى قدامي، امشوا ارحلوا. الطرف الاولاني اللي هو فتح السيسي، انت ومراتك واخوك وابوك لو كان عايش، ها، وكل الاراضيش اللي زيك، اي تو قلته اكمل. شفتوا ان الظلم ده هو سبيل النجاة لمصر؟ ما حدش بيحتاج 10 سنين، خصوصا لما يبقى في موقعك يشوف، عشان يشوف الحقيقه. انت عارف الحقيقه من بدري جدا، ها، سيسي لا معارضين ولا اي حاجه ولا انت نفسك كنت هتداس لولا تركي آل الشيخ، ربنا سخره ومدلك طوق الانقاذ او النجاه. انت نفسك يعني بتاع دواء. ولما اتكلمت انا من اكتر اللحظات اللي صدقتك فيها، وكانك يعني فاهم انه تركي آل الشيخ ربنا جعله سبب في انه يحييك من جديد، لولا كده كان ممكن تبقى زي عبد الحليم علي، عبد الحليم علي اللي لسه بيتعالج في فرنسا. وطبعا كلام العبسي بتاع اصله نط من المركب واصله في لندن وبتاع، انا الكلام ده ما يعنيش في حاجه، انا مهم الكلام. الكلام ده ما يعنيش حاجه، ولا النطه ومش النطه، مش اول مره، ثالث او رابع مره على الاقل عمرو يعمل من لندن. هي المره دي ليها مذاق مختلف، لكنها مش دي قصه خالص، وسيبك من الهري ده. ده الطرف الاولاني، ده الطرف الاولاني اللي عامل كل حاجه. ما ايه تاني قال لك في طرف دايس بتاع، وهذه حقيقه بيعترف بيها بعد 10 سنين. ايه تاني؟ طيب، في بلد لا توجد فيها صيغه للتبادل ومحدش في الطرفين موافق على التبادل، انت عايز الحق يعني، محدش في الطرفين موافق على التبادل. كذاب أشر، هذه البلد ليست فيها صيغة للتبادل، ليس بجديد، ليس بجديد. عيدت ده بكل قوة، ليس بجديد. كذاب أشر ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها حدش من الطرفين قبل التبادل. حقيقة قد يكون دي موجودة عند الإخوان، لكن احنا ما جربناش حاجة. قد يكون الإخوان عندهم نفس الشهوة، يمكن يمكن التجربة خير دليل وبرهان. قد يكون عندهم تلك الشهوة الإجرامية اللي موجودة عند العسكر، قد يكون ذلك، قد، لكن احنا ما جربناش انه يأتي وقت التبادل ورفض الإخوان التبادل. صح، احنا الصورة اللي أمامنا واللي انت عارفها كويس قوي، وبابي عارفها كويس قوي، ولولو عارفها كويس قوي، وعماد الدين ومجموعة عماد الدين أديب عارفها كويس قوي، اللي هو انه العسكر واخد البلاد دي رهن بقالهم 70 سنة، وان في 10 سنين مرصد فيها كل القدرات تتضاءل بجوارها 60 سنة السابقة. ده اللي احنا شايفينه انه هو مش تبادل، والبلد دي اللي هيقرب منها هاكله. ولسه كامل الوزير كان طالع من 3 4 ايام ذروت الدنيا، زي ما متعود يذروت، يعني كامل الوزير طول ما اديته المايك يزرط اكتر من السيسي. يعني الوحيد اللي يشعرك ان السيسي ذو حيثيه في كلامه هو كامل الوزير. يعني ده الفرد الوحيد في مصر اللي يشعرك ان السيسي ممكن يتكلم في الحديده هو كامل الوزير. كامل الوزير لسه قال لك احنا كان لازم نتدخل عشان ترجع البلد نحكمها للعسكر تاني، والجيش هو اللي فض رابعه، واتكلم وقال كل الحاجات. قال كل الحاجات اللي ما حدش كان راضي يعترف بيها، وهي واضحه وضوح شمس اغسطس، رغم ان شمس اغسطس دي ما بقتش قويه قوي،
لان اغسطس عندنا حقيقه يعني شفنا فيه الشمس مرتين حقيقه. انا بتكلم على لندن مننا ولاد لندن بقى كلنا يا عمور، باننا كلنا اولاد لندن مدينه الضباب، فاحنا ما شفناش الشمس اغسطس عدى علينا زي الشتاء بالظبط. مش عارف شتاء ولا صيف، ما تبقاش فاهم الكلام ده. ففي كل الاحوال احنا ما شفناش الا طرف واحد بيتحكم ويبتلع البلاد ولا يقبل التبادل. اما هؤلاء بكل خطاياهم احنا ما شفناهمش ان هم رفضوا التبادل، ما شفناش ده. ايه تاني يا عم؟ هنطربقها، هنبهدلها، هنبوظها، مش هتقعدوا، مش هترجعوا، مش هترجعوا، مش هترجعوا، مش هتتكلموا. طب وبعدين؟ في الظرف ده، في الأزمة الطاحنة ديت، بكل تواضع قلت لحضراتكم من بداية اختلاف الطرق بين ابن سلمان والسيسي، قلت لحضراتكم بداية كلام مسجل بدأ المرة 10 على الأقل، إنه واحد من الأسباب الرئيسة بعيدا عن الفلوس اللي بيسرقها السيسي والمساعدات والخراب ورعب ابن سلمان والسعودية من دمار مصر أو الانهيار أو انفجار يحدث في مصر، السعودية هتدفع ثمنه زي مصر بكل تأكيد، أي حد فاهم كده. بغض النظر عن ده، واحد من أسباب تلك الزبلة بنقولها في مصر، هذه المعاملة المهينة اللي بيعملها ابن سلمان للمجرم عبد الفتاح السيسي، هو إنه ابن سلمان قال له لم الدور، حلحل الدنيا خلاص، ندوس الإخوان ومش قايم لهم قايمة 10 سنين، تجالهم سنين طويلة عشان يقف. ده كان حوار ابن سلمان، وقلته على حضراتكم أكتر من 10 مرات. أنا بقول 10 مرات دي مجازا، كررناها كثيرا حقيقة لما تحدثنا في تفاصيل كيف وصلت العلاقة لهذا المستوى بين ابن سلمان والسيسي، اللي وصلته إنه يقول له الكلب على مرمى من عدد غير قليل من الحاضرين. الكلب اديته 14 مليار 12 مليار ما دخلوش مصر. فمن ضمن الحاجات دي ان ابن سلمان قال له عايزك تخلخل الموضوع في مصر وتحاول تلم الدنيا، لان الدنيا هتفرط. تلم الدنيا ازاي؟ تظبط الدنيا، تطلع الناس من السجون وتعمل شكليات شكليات. مش ابن سلمان لا طالب السيسي بحريه ولا بتاع ولا عايزين كده، ولا ان العسكر يسيب مصر ولا ان السيسي يسيب مصر، طالبه بحلحله الموضوع، حلحله الموضوع. والسيسي طلع رد عليه مباشرة وقال لك عايزني اطلعهم من السجون وبعدين يلفوا ويطلبوا رقبتي، ده مش هيحصل ابدا. مجرم ارتكب كل الجرائم، وده شيء طبيعي جدا، زي ما انا شيء طبيعي جدا انه ما يرحلش بانتخابات، وان من جاء بالدبابه لا يرحل بصندوق اطلاقا، مش هيحدث. لو في لسه حد بيسال، وعيب لو حد بيسال حقيقه، يعني بيثير شفقتي. لكن في كل الأحوال ده مفهوم جدا، وارتكب كل تلك المذابح وبتاع، وربنا قال في كتاب تعهد بحفظه ليوم الدين إنه كما تألمون فهم يألمون، زي ما جات الآية الكريمة. ما فيش حد سيسي فيش لحد الوقت 10 سنين بيقول لك الاستاد مش عارف يعمل ماتش في الاستاد بنحتفل برفع من 3000 ل 6000، وبيت انت ما تعرفلوش بيت، رعب ما تعرفلوش من الرعب. مبارك قعد 25 سنة عشان يحط حائط زجاجي بينه وبين الكلية الحربية واللي بتاع، ولا أي زيارة ولا كده السيسي ده التعامل، السيسي أبو عجلة. ففي كل الأحوال السيسي ارتكب الجرائم كلها. وهذا الحديث لما بيتحدث به عمرو أديب هو لسان، ده حديث موجه مجبر عليه، ما عندوش خيارات. ده تقدر تشوف شبح ابن سلمان يتراقص في القعدة ردا على ايه؟ ردا ان انا مش هقابلك في بتاع كل الوسطات اللي انت عملتها وبتاع، انت ما نفذتش اللي انا قلته لك. ده كلمتين بفضل الله اللي فيهم زبدة الزبدة. عارف الزبدة لما تتعصر ولا المرطة بيقولوا عليها دي ايه كده؟ مش خبير قوي يعني، يقول لك دي اقوى حاجة، هي دي المرطة بتاعت ابن سلمان. بوركان عمل كل حاجات عشان يقابله، فابن سلمان بيوصل الرسالة عن طريق حمله الوديع، حلو حمله الوديع عمرو أديب حقيقة.
الاستثنائي. عمرو أديب بيتكلم أحيانا بلسان السعودية، بلسان الإمارات، بلسان مصر، لكن المرة دي كان متلبس شخصية ابن سلمان، وكلام ابن عمرو أديب ما كانش عنده خيارات وحاول يغير جمل، ما فيش جمل اتغير، اللي جاله من تركي بيتقال، اللي هو أنت ما عملتش أي حاجة وخربت البلد وهتخر على دماغك وأنا مش قابل هذا المنظر. فعمرو أديب بس إيه يعني التجويدة الوحيدة ان هو بيدخل فيها الاخوان، قال ايه في طرفين، لا ما فيش غير طرف واحد وانت عارف وماما عارفة. طب وبعدين في الظرف ده، في الازمة الطاحنة ديت، طب المواطن يروح لمين؟ يعمل ايه؟ هذه النبرة التي اصبحت ترتفع يوم بعد يوم بعد يوم هي خطيرة جدا. تاني بس بأكد لكل المتابعين، لا عمرو بينط من مركب ولا بقى في مركب عشان حد ينط منها. عمرو من أذكى الإعلاميين المجرمين اللي مروا في تاريخ البلاد عشان تبقى فاهم، وعشان كده برضو العبد لله قلت لكم عليه ده عمود خيمة التعريض في البلاد لأكتر من ربع قرن حقيقة، عمل رقم قياسي ولازم تعترف بده، لازم تعترف انه عنده هذا المصدر. فعمر فاهم اكتر من غالبية العظمى للشعب. المركب غرقت خلاص، عمر ما بينطش من المركب، فيش حد بينط الكلام، الكلام ده عبثي انا مش عايز اسمعه بعد اذنكم. انا بكلم الناس اللي بتثق فينا وبتتفرج علينا واختبرتنا طيلة هقول لك مش هقول لك 15 سنة 10 سنين يعني، هذا كلام عبثي، مفيش نط من المركب ولا نط من حاجة. عمرو بينقل رسالة، رسالة واضحة للمرة الألف، أنا مش بقابلك وبعاملك بالمهانة، قافل عليك كل المحابس عشان كده. عشان كده خلصت قمة العشرين. أنت عارف أنا كنت بترقب إيه في قمة العشرين؟ مستني مدى نسبة إن يكون لسه أمريكا وبتاع وكذا 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 عندهم أمل في السيسي. كانت هتأتي أوامر صارمة للسعودية والإمارات إن تكون فرصة يرموا أي حاجة. الحكاية قفلت أسوأ ما بدأت. قمة العشرين اللي السيسي حضرها متفرد مستمع، تعرف ممكن يقول لك إن هندخل ابنك المدرسة بس مش رسمي مستمع، ده مجاملة ليك يعني مستمع، فهو كان رايح مستمع. فقمة العشرين ما خلاص اللي هو الرؤية. وخد بالك خد بالك، دول الخليج دول كبرى بكل تأكيد في المنطقة، لما الكبار صغروا الصغار كبروا ليهم حق، أخواتنا وحبايبنا دول الخليج لو كان في عين حمراء من أمريكا حقيقية كانوا دفعوا للسيسي رغم كل ده، لكن المساحة موجودة فلعبوا فيها بهذا الشكل إن أمريكا ما عملتش أي حاجة. ده اللي انا كنت بدور عليه في قمه العشرين عشان تفهم بعد ما اختطنا ايه اللي هيحصل، هيعرف يستلقط، لسه في فرصه للاستلقاط، لسه في طب نجرب. هذا اخلق، ودي دلاله 10 في قمه العشرين للمره العشره على الاقل في الست شهور الاخيره تحديدا. ماشي تحديدا مفيش اي حاجه، انت مش موجود. اتحدث عن السيسي، فعمرو اديب لا بينط من المركب ولا حاجه، عمرو اديب بينقل رساله، رساله واضحه وضوح شمس اغسطس، رساله ابن سلمان الذي عايز مصلحته ومصلحه ابن سلمان ان الامور تتحلحل في مصر وما تنفجرش. لا بيطالب بديمقراطيه ولا بيطالب بان العسكر يبعد عن الحكم، لا ابن سلمان عايز الامور تتحلحل وعايز يحط ايده على قناه السويس قبل ما الامارات تحط ايدها على قناه السويس. ده بقول لك المرطه بتاعت الحكايه لو تنفع. ماشي كمل. فوش تتصرفوا مع بعض علشان تخلوا البلد دي تعدي المصيبه اللي هي فيها، احنا في مصيبه فعلا. على فكره انا بقول حكايه الازمه دي وان في مشكله وان في كارثه وان في حاجات مهمه يجب ان احنا نعديها من شهور. هو ليه البلد دي التغيير فيها مرهوم بالطربقة؟ يعني لازم تتطربق عشان تتغير.
مفيش بديل تاني، يعني مفيش شيء اختراع في العالم عملوه وخلاص، البلد دي مش ناقصه طربقه. الجملة دي تحديدا بتاعت ليه البلد دي مرهونة بالطربقة، دي جملة ابن سلمان وكررها أكتر من 7 مرات مع الفتاح السيسي. ليه سيادة الرئيس لازم تتطربق وندفع الثمن؟ ما احنا دفعنا ثمن لما اتطربقت. تكره مصر، تحب تكون أكبر منها، تحب تدوسها، تحب تستصغرها، تحب تشوف نفسك عليها، وارد. إنما تتخيل إن في حياة في المنطقة دي من غير مصر تبقى حمار. وابن سلمان فاهم كده كويس. ماشي؟ الجملة دي تحديداً دي جملة كربونية. كربونية، لأن في جمل حاكمة. تركي آل الشيخ لما بيطلب حاجة بيبقى في جمل بالبولد. مش بس بيعمل كذا لما يكون موضوع، لما هو رسالة تخصه أو رسالة بسيطة أو بتاع يقوم بلغهالك شافه. انما رساله من سيدي بالنسبه لتركي آل الشيخ سيدي ابن سلمان وتبقى واضحه كده بولد، في جمل حاكمه، عارف انت الجمل الحاكمه كده، دي من الجمل الحاكمه اللي هو ليه تتطربق. كل الحديث ده موجه من الطرفين، دي محطوطه بر وعتب. لا يوجد طرفين في مصر، لا يوجد طرفين في مصر. اقصى ما يفعله الاخوان وقطاع منهم، لان في قطاع، يلا اقصى ما يفعله هذا القطاع اللي هو في السجون والقلب من الاخوان ومكتب الشورى والرؤيه، اقصى ما يفعله الاخوان هو الصمود بس. في البعض ما قدرش، في البعض استاذ ربنا يسهل له وييسر له. اقصى ما يفعله الاخوان هو الصمود، ان احنا خسرنا كل، وده المنطق بيقول كده. احنا اتضربنا واتقتلنا واتخذت فلوسنا بشكل لم يحدث في التاريخ، مش هسلم لك. انت عايز ايه؟ كل اللي بعمله ان انا ايه زي كده اللي عمله اللي قالته ستنا اسماء لعبد الله ابن الزبير، قالت له بص ضربه ضربه سيف في عز خير من ضربه صوت في ذل. خلاص هي ضربت الطلقه، ما في ما لهاش حاجه، ما فيش اي سبب ان احنا نركع. ده المنطق بيقول كده، وهذا ما اؤمن بيه قبل اي حد. انتهى انتهى. عمرو وابن سلمان والسيسي، هو ايه الحوار ابن سلمان؟ انت راهنت انك هتركعهم، ما ركعوش. فاهم الحوار ماشي فين؟ انت راهنت على الركوع ولم يركعوا. تعال نلم الدنيا عشاني وعشانك وعشان الخليج كله وعشان المنطقه كلها، تعال نلم الدنيا. وهذا ما رفضه ابن السيسي، وهو ما عندوش خيار اخر غير الرفض. انت لو مكان السيسي ربنا ما يكتبها على حد، ما عندكش خيار غير كده، غير الاكمال للنهايه زي بشار كده. في ناس كده افعاله وصلته لهذا المنح، افعاله وصلته لهذا المنح. شوف في الافلام كده الفاخر يقوم ضارب نفسه بالنار، ما عندوش خيار، ما عندوش اي وسائل مساعده، مش هيعرف يعمل اي لعبه من دي. لا السيسي يعرف يلملم ولا بشار يعرف يلملم. انتهى. معادله صفريه. طب مين اللي سبب المعادله الصفريه دي؟ ليست الاطراف اللي امامهم، لا هم هم. دي رساله ابن سلمان. والمره دي المساله ليست بسهوله بمكان خالص. جايز حضراتكم مشغولين شويه بمصاريف المدارس، بكرتونه البيض، بسعر الغاز، بالكهرباء. احنا داخلين على انتخابات رئاسيه. اصل لسه امتى؟ ده الانتخابات بعد بكره. ده انت يناير الجاي في الغالب هتعرف اسم الرئيس الجديد. طيب لا دي تمثيليه، لا دي مسرحيه، لا احنا مش شغالين، لا مش. طب وبعدين؟ بيقرا من خطاب ابن سلمان. الكل يعلم حقيقه المشهد التمثيلي في مصر. رساله كلها هي مغلفه بطرف اخر وبقصه اخرى، رساله كلها موجهه لعبد الفتاح السيسي ولا احد غيره. وقد تكون، ما عنديش تاكيد والله، بس احساس، بس احساس، قد تكون الرساله الاخيره
من ابن سلمان. كل شويه هنقلب الكوتشينه من تحت ومش لاعب ونقوم. انتوا عايزين ايه؟ على فكره يا جماعه انا قلت الكلمه دي من كام شهر وفي ناس كتير زعلت مني، احنا كده نقلق من الوضع ده. يجب ان نقلق فعلا من هذا الوضع. يجب ان نقلق من هذا الوضع. واللي قلقان من هذا الوضع هو ابن سلمان وابن زايد والخليج في قمه القلق. لان تقارير المخابراتيه اللي بتاتي من نواكشوط ومن كازابلانكا ومن وارسو ومن باريس ومن كوالالمبور بتقول ان الانفجار اصبح على مرمى حجر، اصبح على مرمى حجر. وعمرو اديب بينقل الرساله، قد تكون الرسالة الأخيرة من ابن سلمان لعبد الفتاح السيسي.